بالنسبة لهذا اليوم ديال 14 فيفري تكون الإقبال على الورد ماشي بحال الأيام العادية، وراك عارف هاد المناسبة ديال عيد الحب راه اللي تيبغي شي واحد راه أحسن حاجة يعطيها ليه هي الورد، وأكثرية الورد الأحمر هذا هو اللي تكون عليه الإقبال بزاف. طبيعة الحال غادي تكون واحد استعدادات شوية مختلفة على الأيام العادية، إذا توجد بزاف ديال لي بوكي صغار بوكي كبار بوكيات مويان على حسب القدرة الشرائية ديال كل إنسان، كاين البوكي اللي فيه وردة كاين اللي فيه جوج، ويا غدا تيكون الإقبال مزيان على الورد في عيد الحب، وكل واحد على حسب الذوق ديالو ولا القدرة الاستطاعية ديال الشراء ديالو. اليوم بمناسبة عيد الحب أنا جيت باش ناخد دي فلور أن بوكي دو فلور على لوكازيون باش نعبر الحب ديالي لا مامون ديالي. هو عيد الحب ماشي بالضرورة أونتخ كوبل، هو عيد الحب اللي يمكن لك بأنك تعبر فيه الحب للأقرب مقربين ديالك هما لي بارون ديالك لي زامي ديالك، و بيان سور لي أونتخ ماري أن كوبل ماري ولا فيونسي ماشي بالضرورة أونتخ كوبل، دونك سي لوكازيون باش الواحد ياخد دي فلور ويهديهم للناس اللي كيبغي باش يعبر لهم على الحب ديالو، وبيان سور ياخذ دي كادو سي تون اوكازيون زعما انو باراتي فوالا. اي باي دو واي جو سويت هابي سان فالونتين بور تو لو موند اي بور لي سيتويان ماروكان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.